أمطار عاصفة رعدية، عاصفة رعدية. اللهم بارك. شوف أوه. اللهم بارك. زيد أسيد زيد لنا الشتاء، زيد لنا عاصفة رعدية. الله أكبر. سمعوا الصوت ديال الشتاء، مجهدات تبارك الله. سمعوا تبروري يا إخوان، تبروري. هيا جاية، هيا جاية في هالاتجاه. تبروري يا إخوان، والله إلا تبروري. سبحان الله، غيوصل بزاف ويا تبدا الشتاء. كان غير كتسناني أنا، راه الصباح ما كانتش الشتاء، كانت شوية الشتاء، ولكن غير خرج بزاف ويا تكون الشتاء. سبحان الله، جيت في اللحظة ديالها، في الوقت ديالها، جيت في الوقت المناسب. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نكتشف لكم أمطار غزيرة خاص في طنجة. إذن اليوم الصباح أجواء ممطرة تماما. عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدء حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبارك الله، شوفوا هذا الجو جميل. إذن أمطار غزيرة، ها هي كما كتشوفوا. ما بعد الناس يقول لك راه الشتاء عادية، لا الشتاء ديال في الصحة. شوف الماء، شوف هذا المكان كله فيه أمطار غزيرة. نتمنى إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. شوفوا جنب التطوار، شوفوا تبارك الله جنب التطوار. نتمنى إن شاء الله يكون خير كما كتشوفوا جنب التطوار. كاين الشتاء وأجواء ممتعة. هتشوفوا بعد الناس دايرين الميدالات ديالهم خايفين من الشتاء. الواد اللي قلت لكم ها هو القنطرة، هاد الواد اللي غادي نصور لكم تيجي بالفيضان. ملي يجي بالفيضان نصور لكم هاد الواد. هادي قنطرة كما كتشوفوا، قنطرة وفيها الواد. غادي نصوروها ان شاء الله ملي يجي الفيضان. اذا المساحه ديال الواد من هنا عندكم، من تما حتى لهنا. وهذا الواد واخا تشوفوا هكا ملي كيجي بالسيول كيشارج من لهي حتى لهنا. تليفون غيتخليه الشتا. اذا وفي نفس الوقت هذه قنطره والواد من لهي. اذا عندنا هذا الواد، وكاين واحد الواد اخر الطريق ديال تطوان، الطريق ديال تطوان شفشاول، كاين الاوديه تما. والتطوان كبير تبارك الله، تا هو غادي نصوروه. الا كانت عاصفه رعديه نمشيو نصوروا لكم واد ديال تطوان. ايوا كما كتشوفوا اجواء ممتعه، اجواء رائعه، نزول امطار غزيره. اللهم بارك. شوفوا تساقط امطار غزيره في طنجه، أمطار غزيرة كتنزل. أوه ها هي مجهدة خوتي، ها هي مجهدة مجهدة. أنا ري. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شتاء ديال بصح. هاي 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 هاي. شوف أخوتي شوف. غامرنا لكم التليفون غادي تخليه الشتاء. شوف تبارك الله، شوف هاي عاصفة رعدية. عاصفة رعدية زغت زغت مطرية كما كيقولوا. شوف شوف الاخوان، شوف شوف شوف. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. امطار غزيرة، عاصفة رعدية كما كتشوفوا. هذه طنجة، مدينة طنجة، سقوط الامطار غزيرة بالنفع. هادشي اللي يبغى بيزنس بزاف. جا طنجة على قبل الشتاء،
حيت هنا كتكون فيه الشتاء دائما تبارك الله، بعد اسبوع بعد 15 يوم تكون الشتاء. وحنا كنجلسوا في اكادير ما كتجينا الشتاء على بعد 3 شهور 4 شهور. تبارك الله، اللهم بارك. كما قلنا الواد تقريبا العاصر ربما الا كانت الشتاء باش هادشي بعد تقريبا العاصر ولا العصر الا كانت الشتاء نوع ديال طنجة غيجيب الفيضان. اذا الاجواء ممتعه كما كتشوفوا، اللهم بارك. ما تخيلوش شحال زوينه طنجة بحال اوروبا. شوفوا الشجر ديالها عجبوني انا، هاد الشجر ديالهم زوينين، واحد الانواع بحال حيت كنكتشف بحال هادو في الطليان. هاد الشجاري حتى هما كاينين في الطليان، كاينين في اوروبا. هاد الشجاري كاينين في اوروبا وفي المانيا وفي هولندا، موجودين في اوروبا. وكيتخيل لي الضمير ديالي بحال الا كان توجد في اوروبا. دابا فيزا في طنجة بحال الا كيتوجد في اسبانيا ولا فرنسا ولا اوروبا. بحال هو، ما كاين حتى شي فرق. اذا عروسة الشمال، مدينة جميلة، مدينة رائعة جدا. اش غادي نقول لكم، ما تخيلوش شحال زوينة طنجة تبارك الله. مكان رائع جدا ومكان ممتع صراحة، عجبتني تبارك الله طنجة، عجبتني. وفي نفس الوقت كما كتشوفوا نزول امطار غزيرة، عاصفة رعدية، اللهم بارك. هذه يقولوا لها ترومبية، طوبيس يقولوا لها الناس هنا ترومبية. هاو مع عاصفه رعدية. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف تبارك الله. اللهم بارك. شوف السماء. هاتي جا في البحر، هنا كاين في البحر الكورنيش. هنا فاش كاين الكورنيش؟ اللهم بارك. سبحان الله، ملي كتنزل الشتاء كيكون الجو مختلف تماما. شوف هاد التيتيس ديال طنجة، الفتاه ديال طنجة. ما تخيلوش التيتيس هنا تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. التيتيس ديال طنجة، اللهم بارك. الداء والحلاوة ديال بصح، اللهم بارك. هذه ترومبية، هذه يقولوا لها ترومبية هنا، انا نقول لها طوبيس. شوف عاصفة رعدية كتنزل. واو 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 واو، عاصفة رعدية. اللهم بارك. واو واو واو، شحال زوين الجو. اذا امطار غزيرة كل مكان في المغرب. اذا عندكم تطوان، الحسيمة، الناظور، اي مكان كتنزل فيه عاصفة رعدية. اذا اخيرا وصلتنا امطار غزيرة كما توقعنا بعد تقريبا اسبوع. هادي قلنا لكم بانه طنجة غادي يوصلها امطار غزيرة نهار الحد. اذا اليوم الويكاند، شوفوا تبارك الله. شوفوا اللهم بارك. شوفوا عاصفه رعديه ديال بصحه، سبحان الله. غير وصل فيزا من هنا وتنزل الشتاء. راه فيزا بحال البوبوج، فيزا بحال البوبوج، غير كتنزل الشتاء تلقى خارج حتى هو. شوف تبارك الله، شوف اللهم بارك. شوفوا أمطار، عاصفة رعدية، اللهم بارك. شوف اللهم بارك. زيد أسيدي، زيد لينا الشتاء، زيد لينا عاصفة رعدية. الله أكبر. سمعوا الصوت ديال الشتاء، مجهدات تبارك الله.
سمعوا تبروري يا الاخوان تبروري، هيا جايه هيا جايه في هالاتجاه، تبروري يا الاخوان والله لا تبروري، سمعوا سمعوا هيا جايه في هالاتجاه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كما كتشوفوا اللهم بارك، عاصفة رعدية. الاشتراك في القناة الاخوان باش توصلوا اي جديد ديال امطار غزيرة، امطار غزيرة، طنجة، تطوان، نواحي ديال تطوان، نواحي ديال شفشاون، المناطق ديال طنجة كلها اودية، غادي نحاولوا نديروا مجهودات ديالنا باش نصوروا لكم سيول خاص في طنجة وجميع الاودية ديال طنجة، غادي نحاولوا نحكوا عليهم ونصوروهم ملي يكون السيول، ملي تكون الشتاء مجهدة ويكون السيول ويكون الأودية غادي نصوروهم إن شاء الله. إذا هذا الفيديو إلا ديال الشتاء، دابا الأودية باقي ما كاينينش، تدوز عاصفة رعدية. اللهم بارك، شوف الأرض، شوف تبارك الله، شوف أوه زيد أسيدي ربي، زيد زيد لينا أسيدي ربي، زيد لينا. أمطار غزيرة، بارك الله. اللهم بارك. ها شوفوا الماء، شوف ها الماء دابا كيتجمع، شوف ديال الشتاء، هادشي كلشي ديال الشتاء. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 الارض، شوفوا الارض يا اخوان، شوفوا شوفوا النزول الشتاء، الرحمه ديال الله. ها الترومفيا، ها الترومفيا، شوفوا النعمه ديال سيدي ربي، نزول امطار الخير، شوفوا الرحمه ديال سيدي ربي، الله سبحانه وتعالى اللي حنين، الله سبحانه وتعالى اللي كيحن في كل شيء، الله سبحانه وتعالى ربي كبير رقم واحد، الرمز كرة الأرضية. اللهم بارك، الله سبحانه وتعالى متحكم في أمطار غزيرة، متحكم في العاصفة رعدية، متحكم في السيول. اللهم بارك. أوه تبارك الله، تبروري يا إخوان، تبروري تبروري تبارك الله، واو اللهم بارك، تبروري. شوفوا يا اخوان تبروري، والله لا تبروري، ها شوف شوف تبروري 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 يا اخوان تبروري، شوفوا شوفوا تبروري. هذيك عاصفة رعدية مجهدة. إذا هاد الاتجاه فاش كاين الواد كما كتشوفوا القنطرة، ها هي القنطرة، القنطرة هي هذيك، عندكم القنطرة من هنا حتى لهنا، تما فاش كاين القنطرة راه فيه الواد، بزاف اللي كيتسنى الواد يوصل. اوف 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله سبحان الله، غيوصل بزاف ويا تبدا الشتاء، كان غير كتسناني انا، راه الصباح ما كانتش الشتاء، كانت شويه الشتاء، ولكن غير خرج بزاف ويا تكون الشتاء سبحان الله. جيت في اللحظه ديالها، في الوقت ديالها، جيت في الوقت المناسب. اللهم بارك، شوف واو 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 واو، ما تخيلوش شحال زوينه الاجواء في طنجة. دابا بزاف اللي عجبو هاد الشجاري، هاد الشجاري الالوان ديالهم كيعجبو بزاف منهم. دابا هو دابا هاد الشجاري كيشوفهم في طاليان، كيشوفهم في اوروبا بحال هاد الشجاري، وكيتخيل ليه دابا بزاف بحال الا كاين في اوروبا. شوف تبارك الله، شوف شوف السيولة الاخوان، شوف شوف الفيضان، شوف تبارك الله. اللهم بارك. ها اذا اجواء ممتعه، اجواء رائعه، اجواء جميله، اجواء ديال الشتاء. اللهم بارك، كلشي زوين تبارك الله.
كما كتشوفوا، شوفوا تبارك الله الجو، يا سلام نزول أبطر غزيرة. دابا هاد السيول، دابا هاد السيول يتجمعوا، دابا هاد السيول كيتجمعوا وغادي يمشيو الى البحر. هي عاصفة رعدية، هيا 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 الاخوان، عاصفة رعدية هيا. دابا بحال هادو، هاد الامطار غزيرة اللي كتنزل قوية مجهدة، ماشي خفيفة مجهدة، هي عاصفة رعدية. اللهم بارك، زيد لينا سيدي ربي، زيد لينا. واو 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 واو، اللهم بارك.